ثاني من الهيرمنثس اللي هي النيماتود على طلع المحاضرة كلكم، يمكن أنا مشيرتها على 3 روابط إذا داخلين، فإذا واضحة أو ما واضحة يعني انطوني علم. زين طبعا هم من الاسبوع الاخر راح ترسموهن اذا الله خلانا طيبين وكل شيء، ماكو قلت لكم يعني الله سترنا من العواصف الترابيه هالمره. ترسمون وتسلمون الدفتر راسا، يعني حاولوا انه هذا تكملون دفتركم على مود يوم للدامون، الاحد او الاثنين، هو الاحد والاثنين المؤتمر مالت الكليه، احنا ما ادري بعد ما جاينا التبليغ انه العملي ما قالوا يتوقف، بس النظري صعدوا للعصر، فالعملي يعني اصور باقي. ثاني هم استفسر انه هم هسه نزلوا الجدول مالت المحاضرات زين، وانتو حتى اذا ما كان يعني ما تاجل العملي، انتو الدفتر حاولوا تسلموه. انا هسه راح اقول لكم على الرسومات المطلوبه من عندكم زين، وانطوه كامل على مود من الداومون. حاولوا من يعني اعطيناكم فرصة الأسبوع كليته من الأحد للخميس إنه الدفتر مالتك يسلم، أسماءكم مو تنسوها على الدفاتر، لأنه تصير يعطون الدفتر وما كاتبين الاسم، الاسم والجروب طلاب، الاسم والجروب تمام. زين نبدي بالنيماتود. النيماتود طبعا يعني هي من الطفيليات او الاجناس اللي راح ناخذها بها، هي من الاجناس المهمه زين. راح اعطيكم اياها ايضا بشكل مختصر. هنا راح تبدي احنا عندنا بالنيماتود انه الاجناس السكس راح تنفصل، تكون سيبريت، يعني انا عندي هنا راح يكون ميل وفيميل زين. احنا جزء السيستود عبرناه اللي هي راح كانت تبدي تتقسم الجزء الدوده، اكيد انتوا اخذتوه بالنظري زين. هنا أنا لا راح يبدي عندي يكون ميل وفيميل. كمورفولوجيكال هنا أنا شنو راح اشوف؟ راح اشوف الانفكتيف ستيج اللي هي تكون النون باثوجينيك بنسميه بالرابيدي فورمز لاربا، وعندي الفيلاري فورمز لاربا. أنا اللي يهمني الفيلاري فورمز لارفا اللي هو راح يسبب لي الباثوجينيك للهيومن زين. هذا الشكل ما مطلوب من عندكم يعني لا رسم ولا حفظ، بس تحفظوا لي الستيجين كمورفولوجيكال زين. راح نبدي ناخذ هنا بهاي الشعبة أو هاي الجزء من الديدان 3 أجناس. أول واحد واللي هو مهم الإسكارس لامبيرغويدز زين، هم يعني الأشياء اللي راح أقولكم ركزوا لي عليها هي نفسها بكل مختبر، ركزوا لي على الاسم العلمي كتابة الباراسايت، وطبعا هذا يفيدكم حتى بالنظري، لأنه يعني حتى إذا ما راح تمتحنون بعملي فأكيد هذا داخل بالنظري زين، اللي هو يسبب لي الإسكارييسز. وعندي هنا أنا شلون أميز الميل عن الفيميل؟ الفيميل تكون بيجر شوية يعني أكبر من الميل، وتكون أمتن زين، يعني شلون نسميها سمينة بالعامية عم تبقى ببالكم. هاي الديدان تكون إليجوند، تكون متطاولة سيلندريكال زين. بعد شنو عندي بيها؟ ها راح تكون بيها عندي نهايات 2 اللي هي البوستيرول والأنترول، نهايتين اللي هي الأمامية والخلفية زين. هذا السلايد ايضا ما مطلوب من عندكم التأشير يعني الرسم مالته، بس تحفظوا لي التأشير مالته مو كليتها زين، يعني بس النهايات مالتها شلون اميز الجزء النهائي عن الجزء الانترول مالته، البوسترول والانترول، بس كتفاصيل هاي الاوفري والتيست والهاي كلها ما مطلوبه من عندكم زين، يعني تقدرون هنا تأشروا على هذا الشكل. هذا الشكل مهم يعني اذا اكو دوام وزحفه والامتحانات هذا ويصير كوز بالماده، فهذا الشكل مهم راح اقدر اميز من عند الميل عن الفيميل. الميل راح تكون ماده النهايه الاماميه معقوفه، اذا تشوفوها شلون العوده مات العوتيه او شلون النهايه مات الشمسيه زين، تكون معقوفه على الجهه البطنيه
على الانتراف. زين هذا الميل. الحين الفيميل بعد شلون نشوفها؟ نشوف الفيميل تكون امتن من الميل. زين الميل مالتي يكون الانترال مالت اثنيناتن النهايات تكون يعني مستدقة وعدلة، في حين النهاية الخلفية للميل تكون معقوفة للداخل على الجهة البطنية. زين هاي صفة مميزة على المود أميز الميل عن الفيميل. هذا الشكل مهم. هاي الأدلت طبعا أنا هنا راح تبدي تتميز عندي أيضا الأجناس تكون منفصلة، وأقدر أميز الأدلت وأميز الإيج أميز اللارفا. زين بعد شنو المهم عندي هنا؟ عندي الإكس مالتها، الإكس مالت الإسكارس راح أشوف بيها شكلين، يا أما أشوف الأنفلترايزيشن اللي هي تكون البيوض الغير المخصبة. شلون أميزها؟ طبعا هاي الشير مالتها ماكو هذا الغشاء الخارجي، تكون شلون ما منتظمة وتكون رقيقة. زين الشيل يعني هاي الصفات المهمة أو الصفات شلون أميز الانفلترايز ايج، أميزها من خلال الصفات إنه تكون الشيل مالتها رقيقة ثن وتكون غير منتظمة الريجولار. زين القياسات ما أريدها، القياسات لا تحفظوها. هذه الشكلين أيضا يعني مو اثنيناتن، واحد من عندهم مطلوب من عندكم رسم بالدفتر. يعني هسه صار عندكم الرسم المطلوب الادلت، هذا السلايد الميل والفيميل اي واحد ترسمون، وترسمون لي الايج الانفيرتلايز ايج. زين اجي شلون اميزها على الفيرتلايزد ايج اللي هي البيوض اللي تكون هنا مخصبه او اللي تكون راح تكون حاويه على الجنين. زين راح اجي اقدر اشوف هنا الماميلايد. زين اشوف الشير مالتها يكون ثيك، يعني راح يبدي يتسمك الغلاف الخارجي. زين واقدر اشوف الامبريوند داخلها بس كميكروسكوب ما تبين، بس هاي اهم الصفات يتميز الفيرتلايزد ايج. المطلوب من عندكم ايضا رسم واحد. زين هذا الرسم هذا الفيجر مهم. هنا هسه تشوفون هاي الـ يعني هذا الشيل مال هاي الاكس دا اشوفه irregular ومبين مو ثيكر يعني ثن، واشوفه irregular هاي الانفيرتلايزد ايج، في حين لا الفيرتلايزد ايج تكون لا الشيل مالتها يكون واضح، واشوف شلون الفد غشاء داخلي اللي هو هنا يكون حاوي على الجنين. زين اي رسم من هذه الرسوم مو مشكلة انتو ترسموه، بس المهم يكون عندكم بالدفتر ترسموا لي الادلت وترسموا لي الايج. انتو اي شكل من هاي الاشكال مالت الايج تختاروا مو مشكلة. زين يعني سواء من هذا الفيجر، زين سواء كان من هذا الفيجر او من هذا الفيجر او من هذا الفيجر، اي فيجر انتو تختاروا مو مشكلة. المهم ترسموا لي يعني الادلت والايج مالتها وتميزوا لي الانفيرتلايزد والفيرتلايزد ايج. زين نيجي على دورة الحياة. هنا دورة الحياة الانفكتيف ستيج من راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا الفيرتلايزد ايج. يعني الانفيرتلايزد هنا تكون مو هي الانفكتيف ستيج، راح تكون هي الدايجنوستيك ستيج. زين تميزوا لي من هو هنا الدايجنوستيك ستيج؟ الدايجنوستيك ستيج هنا راح يكون الادلت، اقدر اشوف الديدان بصوره كامله يعني راح تخرج لي، او اقدر اشوف الايكس. طبعا العينه مالتي راح تكون اكيد فيسز لانه هاي الطفيليات من الطفيليات اللي تصيب لنا الانتستينال. زين اذا راح هنا كم دايجنوستيك ستيج عندنا؟ راح يكون الادلت، وراح يكون عندي الفيرتلايز اي والانفيرتلايز ايج. ثلاث اشياء اقدر تكون دايجنوستيك لهذا الجينس، في حين الانفكتيف ستيج هو بس الفيرتلايزد ايج. زين تنتبهوا لي على هاي المعلومه. هاي ايضا هاي شنو هاي مو مالتها؟ لا عم تحرك السلايد.
زين هذا بالنسبة للسكارس، هذا بالنسبة للسكارس، هذا السلايد تكرر. زين نجي للجينس الثاني اللي هو الانكلستوما دودينال، اللي هي دودة تسميها الانكلستوما. ايضا شو تسبب لي؟ سبب لي الانكلستومياسيس. زين ايضا هذا يكون بالانتستينال الانتست. و اهم الصفات طبعا هم يكون هنا الاجناس مالتها منفصله، هاي الرسومات مهمه. شلون اميز الادلت؟ الادلت مالتي راح اقدر اميز الميل عن الفيميل. هنا الفيميل تكون هي اللي معقوفه النهايه مالتها للجهه البطنيه، في حين الميل لا اشوفه يعني بشكل مستقيم. زين عندنا فد اجزاء مهمه بهاي الدوده، اللي هي عندنا البورسال كابسول والكابيلاتري بورسا. هاي الأجزاء هاي البورسل تفيدنا بتعلق الدودة بالجدار مالت الأمعاء. زين والكابيلاري بورسا هاي الصفة المميزة اللي تكون موجودة بالميل وما موجودة بالفيميل. يعني من أريد أقول لكم شلون أميز الميل عن الفيميل كأدلت؟ من خلال الكابيلاريتي بورسا. زين تكون الكابيلاريتي بورسا موجودة بالميل ما موجودة بالفيميل. زين هاي أهم الصفات أو الأشياء المهمة اللي تركزون عليها بالقراية. زين أجي للإيج مالتها، الإيج مالتها هنا همين راح أشوف شكلها، طبعا يكون أوفويد. زين حاوية على الامبريون داخلها، راح اشوف بها نوعين من اللاربة اللي هي الرابيدي لاربة والسترونجلي فورم لاربة. زين السترونجلي هي راح تكون الانفكتيف ستيج، هسه ناخذها بدورة الحياة، وهي والادلت الدايجنوستيك ستيج قصدي. زين الراسيفورم لارفا تكون يعني فقط حاوية على الامبريون، اللي هي تكون بالستيج يعني ضمن الأطوار الأولى من تنطرح البيوض من الهيومن. زين طبعا هم العينة مالتي راح تكون الفيسز. فالمطلوب هنا من عندكم أول شي بالرسومات أيضا الأدلت ترسمون زين مالت الانكلستوما دودينال، وترسموا لي الايج. زين دورة الحياة هنا شنو؟ راح اشوف انه هنا الدايجنوستيك ستيج راح تكون الايكس موجودة بالفيسز. طبعا وهي هم اقدر بالدايجنوستيك ستيج اشوف الادلت الدودة الكاملة، والانفكتيف ستيج راح تكون الدودة هي نفسها الادلت. طبعا هاي يعني ما اريد ادخل بالتفاصيل مالتها مال الشرح، هاي كليتها وين تكثر؟ تكثر بالمناطق الريفية، ماكو اللي يصير بها سباحة بالجداول وبالانهر وبالهاي، هاي كلها الديدان الها القابلية او عندها فد انزيمات بالبداية مالت بداية الدودة بالنهاية الامامية الانترول اند، تكون حاوية على انزيمات، هاي الانزيمات تخليها تقدر تخترق الأغشية اللي تكون بين الأصابع بين الأظافر وتدخل تسوي لي الانفكتيف. زين هنا الانفكتيف من هو راح يكون؟ الفيلاري فورم لاربا. زين للإنسان يعني هنا الانفكتيف ستيج من هو؟ الفيلاري فورم لاربا، والدايجنوستيك هنا راح يكون الإكس والأدلت بالإنكلستوما. زين دايجنوستيك طبعا قلت لكم احنا راح نميزها من خلال الاكس، هاي اثنيناتهم يعني اذا كان سكارس او انكلستوما، واقدر اميزها من الادلت عن طريق الفيسز
عن طريق ما أخذنا بهواية تفاصيل مال الدايجنوستيك، لأنهم بعدها يستخدمون هاي الطرق التقليدية أو عن طريق الطرق المناعية، بس هي من الطفيليات اللي تكون سهل تشخيصها من خلال الإيكس أو الأدلت، يعني أقدر أشوفها بشكل واضح. يعني الأدلت مالتها حتى تكون يعني واضحة طويلة، يعني خل أشبه لكم إياها ولا عد نفسكم شوية، شلون الإسباجيتي تقريبا تكون تقريبا هيك بطولها بهالشكل تكون واضحة. يعني حتى مرات بالسكان سيت سكان أشعة أو أي شيء للجزء الأبدومينال راح تبين. زين، الجينس الأخير والمهم زين اللي هو الانتروبياس فيرميكولاريس، اللي هي نسميها أو أنتوا كلكم سامعين بها الدود. الدود هذا اللي يصير عند الأطفال، طبعا هو من ضمن البن ووم، لأنه يعني تكون الدودة ما تحاوي على تراكيب شوك، يعني شلون الشوكة بنهايتها نهاية الدودة. زين، ايضا راح تكون طبعا هاي القياسات ما مطلوبه من عندكم لا تحفظون، راح تكون عندي الاجناس منفصله ميل وفيميل، وراح اشوف هسه شلون نميز الميل عن الفيميل. راح نميز الميل طبعا هم نشوف النهايه مالت الميل هنا تكون معقوفه، في حين ويكون الجزء الامامي لا، يعني يعني عادي مدبب. شلون اميز الميل عن الفيميل؟ هنا الفيميل هي الحاوي على هاي التركيب الدبوسي، زين، اللي هي حاوي على البن على الشوكة. فلذلك يشوفون دائما من نصير الانفكشن بهاي الانواع من الديدان، طبعا هو من الديدان المنتشرة، زين، اكيد عندكم او سامعين الاطفال او اذا بس ان شاء الله تروحون صيدليات يجون يعني يجي اي يعني اي مراجع يقول لك اريد دواء مال دود، زين، فتكون الفيميل هي اللي تسبب لي الحكة، لأنه خلال دورة حياة مالتها بالليل هي تبدي الفعالية أو الأكتيفيتي مالتها، راح تذهب للنهايات الخلفية للانتستينال على مود تخلي البيوض، لذلك راح تسبب هاي الهاج والحكة اللي تكون عند الأطفال. شلون تنتقل؟ راح اكيد من تصير يعني عن طريق الملابس راح تتلوث، او عن طريق الاصابع الفينجر، زين، والاطفال تعرفون عبثا يعني حتى لو يعني يحك هاي المناطق وماكو مراقبه يعني ابويه ما يغسل يروح يكمش اي شيء، راح تنتقل لكل العائله. فلذلك دائما هاي الديدان حتى من ينطون العلاج الها ما ينطوه فقط للطفل، زين، او للمصاب، ينطول كل العائله. يعني من ينطي العلاج يقول له انتم كلكم اللي بالبيت اخذوا هذا العلاج، زين. ها، المطلوب من عندكم هنا همين الرسم مال الميل والفيميل، يعني هسه صار عندكم بكل جيناس ثلاث اجناس، هن مطلوب من عندكم بكل جيناس ترسمون الادلت ميل وفيميل وترسمون الايكس. الاكس انتو اي فيجر يكون واضح لكم اختاروه ورسموه، زين. الايج مالتها طبعا هنا هم يعني شلون راح اميزها؟ راح اشوف شكلها طبعا يكون بيضة، وهذا طبعا كدايجنوستيك احنا فقط هسه من يجي بالمختبرات، هسه ان شاء الله من تروحون ما اعرف مرحلة رابعة او خامسة تاخذوا رأسا بالفيسز تطلع لنا البيوض مالتها، نشوف شكلها. الصفة المميزة بيها تكون فلاتد من أحد الجوانب، زين، فنشبهها شلون شكل حرف الدي، زين، من جهة تكون عدلة البيضة والجهة الثانية تكون مائلة، زين. هاي من ال يعني فقط أندر مايكروسكوب تبين بالفيسز، أو أكو طريقة ثانية يمكن إحنا متطرقين لها أو شايليها ما أعرف، هسه أشوفها بالسلايد، عن طريق فد استيكرات محددة هاي تنحط يعني بالانيور مالت البيشن او الطفل، شلون بيها اللاصق، شلون الشريط اللاصق، زين، من اخليها راح تلتصق البيوض، فمن اشيلها واجي افحصها اندر مايكروسكوب راح اقدر اشخص هذه البيوض، زين.
ايضا المطلوب من عندكم هسه هنا الرسم مالتها واي شكل من هاي الاشكال للبيوض مالت الانتروبيوس فيرميكولاريس. زين دورة الحياة مالتها قلت لكم هنا الانفكتيف ستيج مالتي راح يكون الايج فقط الايج. زين في حين الدايجنوستيك ستيج اني راح اقدر اشخص يا اما البيوض زين ويا اما مرات هم من هنا ما محطوطه بدوره الحياه يا اما اشوف الادلت نفسها الديدان يعني نفسها اني اذا تصير عندي الحاله كلش قويه بالاصابه الديدان نفسها تطلع ويا الفيسز. زين بالحالات بالبدايه لا اشوف فقط البيوض موجوده ويا الفيسز. اذا هنا الدايجنوستيك ستيج مالتي والانفكتيف ستيج الاي بالاضافه للدايجنوستيك ستيج راح يكون عندي الادلت. زين لان هاي من الصفات يعني الاشياء المهمه اي البعض بالتشخيص حاط لكم اياها هاي الطريقه اللي هي نسميها بالسيلوفين تيب تكنيك اللي هي نفس هاي الطريقه حشيت لكم اياها انه انا راح اخذ اكو فد اشرطه هي تكون خاصه موجوده بالصيدليات تلتصق بيها نحطها بالفينير مالت البيشن وراها راح تلتصق بيها البيوض. زين ونفحصها اندر مايكروسكوب هاي مطلوبة من عندكم اذا هاي بس فقط التعريف مالتها انه هاي الطريقة اني شلون استخدمها. زين ما دخلت هواية تفاصيل حتى بالشرح لانه المختبر ما عرفتوا اذا تاخذوه بالنظري راح تاخذوه بالتفصيل. المطلوب من عندكم بس هاي الاشياء الرسم احنا راح نشوفها بالدفتر ويا التدقيق مال الدفتر. المفروض هذا خلاص.